مش ممكن تكون عندك مؤسسة رياضية ناجحة على هذا المستوى، ليس فقط المحلي، القاري، العالمي، أبطال وبطلات في كل اللعبات رافعين اسم مصر بره، وما تستغلش الظهير الجماهيري والظهير الشعبي الكبير جدا اللي بيتمتع بيه كيان زي النادي الأهلي جوه مصر وبره مصر، عشان تستغل كل فرصة وكل مناسبة عشان يكون ليك بصمة ويكون ليك دور مجتمعي واضح. وده اللي الأهلي دايما أستاذ جمال وأستاذ محمود بيحاول دايما إن هو يعمله. الفكرة مش بس فكرة رياضة، لا، فكرة كمان يكون لك تأثير مجتمعي، فكرك انك تكون صاحب بصمة تستغل الظهير الجماهيري والشعب ده بشكل ايجابي. هو زي ما النادي الاهلي بدأ برغبة جماهيرية وبرغبة من طلبة المدارس العليا ان هم يبقى لهم دور ان هم يقولوا للمستعمر في ذلك الوقت ان في طلب، النادي ده ما كانش معمول فقط للرياضة، لا، يعني نادي طلبة المدارس العليا ده معمول زي منتدى شبابي في ذلك الوقت، ما كانش مجرد انه هنلعب عشان الدوري وعشان طبعا الكاس. ال- 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 الانتصارات دي جت فيما بعد، بعد بقى عمل مسابقات. لكن الغرض الاساسي او الغرض الاساسي ان هو منتدى ثقافي فكري بين الناس، بين المجموعه اللي اتخذت هذا القرار. وبالتالي كان طبيعي جدا ان تتوارث كل أجيال النادي الأهلي هذا المبدأ. وحتى في عهد المجالس المتعاقبة وآخرها كان مجلس كابتن محمود، كابتن حسن حمدي، ثم كابتن محمود المهندس محمود طاهر، والآن في عهد الكابتن محمود الخطيب أنا ملاحظ كمان أنه فيه اهتمام شديد بهذه الجزئية من خلال توقيع بروتوكولات مثلاً مع الجامعة الأمريكية لمنح شهادات ودراسات معينة. فده في حد ذاته بيؤكد على الدور اللي بيقوم بيه النادي الأهلي في خدمة المجتمع من خلال خدمة أعضائه. ما هو أنت النهاردة كنادي شعبي لما تنجح في أنك تعد أبنائك بهذا الشكل الراقي، أنت كده بتقدم برضو خدمة للمجتمع نفسه. ومن هذا المنطلق لازم يبقى انت واعي تماما، يعني الجزئيه اللي اتكلم عنها الدكتور سعد شلبي اللي هو انه الهدف من اقامه هذا الاحتفال هو نابع من كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوعي، باثاره الوعي لدى الشباب والمصريين والشباب الجداد اللي هي الاجيال اللي ما حضرتش حرب اكتوبر، لان 48 عام، يعني انت كده بتتكلم في اجيال كتيره جدا. جدا، يعني كل اللي تحت ال 50 في مصر ما عاش او ما شافش او ما قربش من الحدث. فاحنا محتاجين، عارف، دايما كل فتره كده لايقاظ الروح الوطنيه. هذه نقطه مهمه جدا، لان ممكن الناس اللي حضروا الحرب او اللي جم بعد الحرب بسنين كده زي الاستاذ محمود، دول ممكن نقول عليهم واعيين للحدث، انما الناس بقى اللي زينا احنا الشباب بيبقوا ايه، محتاجين